هي في مشكله مين انه فعلا المجتمع مش متعود ان يكون في بنات بتتمرن وان هي تفضل تتمرن لحد سن كبير وان هي تبقى بتتمرن بروفيشنال وكده. بس الحل بتاعها كان حاجتين، انه اولا انا اهلي كانوا مساندين الموضوع جدا من واحنا صغيرين ان احنا لازم نتمرن طول الوقت وانه مفيش فرق بين البنات والولاد ولازم تتمرني طول الوقت وكده، فهم ربوا الموضوع ده فينا. بلس انه زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا كتير ان هي تنشر موضوع ان عندنا بنات معينه بتكسب في حاجات، فما كانش الموضوع معروف قوي. دلوقتي الموضوع زاد شويه. هو الواحد كل ما بيزود في التمرين كل ما بيبقى بروفيشنال اكتر، كل ما بيحتاج ان هو يفصص الحاجه بتاعته اكتر. يعني الاول ممكن يكون كان كابتن واحد هو اللي بيعمل كل حاجه، دلوقتي الموضوع اتطور بقى فيه دراسات والكوتشز بقوا بيدرسوا حاجه معينه، فبقى يبقى واحد عنده مثلا فريق بقى، حد بيمرنه فتنس وحد بيمرنه في الملعب وحد بيظبط له النيوتريشن بتاعته وحد، فالموضوع بقى اسهل ان انت تحسن كل حاجه لوحدها، فتلاقي ان انت في الاخر بقيت تحسنت بفرق كبير. يعني برضو بيفرق انه بما ان الواحد بيتمرن فتنس وبيتمرن في الملعب وكده، فلازم يكون الملعب مجهز كويس، الاجهزه اللي فيه كويسه، في مساحات ان انت يبقى فيه كذا جهاز، يعني الملعب يكون مجهز كويس. بلس البارت بتاع الفتنس ان هو بقى يكون فيه اجهزه تتمرن عليها، حاجات لو جيم، حاجات لو كل ما يبقى فيه فاسيلتيز اكتر كل ما يبقى عندك فرايتي اكتر في التمرين، فبالتالي بتجيب نتائج احسن معاك. يعني عامة لما بتكون حد لسه صغير بيبتدي يتمرن بيساعده قوي ان يكون في حد هو شايف حد اكبر منه وهو بيبص له ان هو عايز يبقى زيه، فدايما لما بيكون في حد يلوك اب تو بيبقى الموضوع اسهل، فالواحد بيبقى ده هدفه كرياضي عامة، او ده بالنسبه لي يعني انه مجرد ان انا اعرف ان انا بفرق مع حد من الصغيرين ان هو عايز يبقى زيي، لا ده كده ده احسن حاجه يعني.